وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أنى يؤفكون. عزير ورد ذكره في القرآن صريحا باسمه في موضع وغير صريح في موضع آخر، فالموضع الذي صرح فيه باسمه قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أنى يؤفكون. والموضع الثاني الذي لم يأتي صريحا هو في قوله سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، إلى آخر الآية. وهذا هو عزير على القول المشهور عند المفسرين كما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. فاختلف العلماء في عزير هل كان نبيا، فقال بعضهم إنه نبي، وقال آخرون هو حبر من أحبار اليهود ولم يكن نبيا. قال ابن كثير رحمه الله المشهور أن عزيرا نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنه كان فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى عليهم السلام، يعني ما بين سليمان وزكريا عليهم السلام، هكذا قال ابن كثير رحمه الله. لكن كما مر معنا أن النبوة لا تثبت إلا بدليل صحيح.